اهلا وياكم. رح نتعرف على جمعيه بسمه وطبعا ضيفتنا ألن خوري المساعدة الاجتماعية بجمعية بسمة. أهلا وسهلا فيكي، صباح الخير. صباح الخير. قبل ما نحن وياك رح ننصح المشاهدين بقراءة كتاب، كمان بنصحك لألك تشوفيه، ملف شتاين للكاتب خوسيه كارلوس يوب، ناشر نوفل، دار هشات أنطوان العربية للنشر، وهو طبعا باللغة العربية. ملف شتاين هي الرواية الأولى المترجمة للغة العربية للكاتب اللي أجمع نقاد على أنه صوت الفريد بالأدب الإسباني المعاصر. بدور أحداث الرواية، رواية ملف شتاين بالعام 1968 بجزيرة مايوركا الإسبانية، حيث بيعيش المراهق بابلو مع جده وسته حياة باهتة وبيغرق بعاداتهم البالية. فأذان منفذه الوحيد كان دقائق القليلة اللي بيقضيها بتأمل وجه والديه اللي ما بيعرفهم، لأنه هو عايش مع سته وجده. وكانت هالرواية ليوم ظهور شتاين الطالب الجديد اللي بيبرز بواقي مطر أحمر وسروال جلدي وجرأة بتبلغ حد الوقاحة. واكتشف بابلو بعد جديد للألوان اللي شافها، نور بشاع من منزل شتاين وأخته باولا، يعني صارت انقلبت قصة حياته لمطرح تاني. بنصحكم أنه تقروا هالكتاب لأنه قصة متابعة بشكل وتفاصيل دقيقة وحلوة. إذن ملف شتاين هو الكتاب اليوم ننصح فيه. أما هلأ رح نتعرف على جمعية بسمة مع ألن الخوري اللي هي مساعدة اجتماعية بالجمعية. نذكر أنه هالجمعية الخيرية تأسست عام 2002 وتسجلت بوزارة الداخلية بتشرين الثاني عام 2003، وهي جمعية ما بتتوخر ربح أبدا، هدفها محاربة الفقر والبطالة وتأمين الطعام للعجز ومساعدة العائلات المحتاجة على كافة الصعد المادية والصحية والغذائية وتنظيم النشاطات الترفيهية والثقافية. صباح الخير لك، يعطيك ألف عافية. اول شيء انا ذكرت شوي هيك بمختصر مفيد انتم اختصاصاتكم شو، بس ما الله موسعين النشاط، يعني لازم يكون عندكم مصادر كتير كبيره لتقدروا تامنوا كل هيدا اللي ذكرته انا من شوي. خبرينا شوي هلا عن الجمعيه، عمرها شوي بشكل مختصر، وبشو بتعنى بالتحديد من انا ذكرته. بسمه هي جمعيه لبنانيه للتنميه الاجتماعيه، تاسست بال 2002، هلا صار لنا 12 سنه. بسمه بتهتم بالعيال المحتاجه اللبنانيه على كل الاصعده، نعمل لهم خطة عمل لإعادة التأهيل على كل الأصعدة لنوصلهم لمحل يصيروا مستقلين ماديا ومعنويا. نعم. بتساعدون حتى لا يحصلوا على فرص عمل يعني؟ نعم أكيد. نعم. من خلال خطة العمل أول شيء أكيد بنتطرق للأمور الإمرجنسي، الطوارئ، يعني دايما كل شهر بيكون عنا باكي فيها أكل، مواد غذائية ومواد تنظيف، مواد. نعم. للنظافة الشخصية. عنا تياب، عنا إعادة ترميم البيوت، لانه ثلاث ارباع العيال اللي بناخذها بتكون ساكنه ببيوت مش اهل للسكن، يعني مثلا المي بتفوت بأي طريقه بترمموا البيوت؟ كيف؟ بنرمم يعني عاده دقاقة زاد مثل ما بيقولوا، يعني من الاول للاخر، لانه في بيوت بفوت عليها شتاء بدها سقف، بدها منعناش، بدها دهان، ايام كثير بنضطر نقبع القصص القديمه مثل مطبخ قديم، اشياء ما بقى منيحه نحط محلها، بنجيب عفش، يعني إعادة ترميم إذا بدك 100% بتكون. بس قد بتقدروا تستوعبوا عالم هلا؟ كل حدا في قدم لعندكم شفتوا حالته بتسمح إنه تساعدوه رح تربوا له طلب، ولا بتستوعبوا عدد معين من البيوت أو العائلات؟ هي كل سنة بس ما بتهتم ب 200 عائلة. نعم. العيال من خلال خطة العمل بيبقوا معنا لعدد سنين معين، يعني بتتراوح بين 3-4 سنين لتوصل العيلة للاستقلالية المادية والمعنوية. بهالوقت بنكون عم ناخد عيال جديدة بوقت اللي عيال تانية عم تتأهل. نعم. طيب نحن قبل ما نكفي ونشوف أكيد مع مين عم تتعاونوا، خلينا نشوف هالكليب عن أعمال جمعية بسمة.
يعني عن جد اللي شفناه انجاز، يعني البيت كيف كان وكيف صار بالتعاون مع حتى اعضاء الجمعيه عم يشتغلوا بايديهم، يعني مش بس انه المختصين بهالسلامة. والبيت اللي شفناه يعني ما توقعنا ابدا يصير مثل ما صار، وهيك 200 عائله ممكن تساعدوها بنفس الطريقه سنويا. كل عائله عندها خصوصيتها، يعني ايام بنفوت عند عيال عندهم احتياجات كثير على المستوى الصحي اكثر من ترميم بيوت. يعني من البيت اللي شفناه هو بيت متاذي من كل الحالات. ايام بيكون عندنا بيوت عيال ناقصها بس مثلا طرش او ما نعناش، مش لهالدرجه متاذيه. يعني كل عائله عندها خصوصيتها بالحاجات. نعم، بس انا في شغله شفتها، كان في يعني عجقه بالبيت مش عاديه لو كان البيت قديم. يعني في توعيه للاهل انه لا يكون في اكثر معرفه كيف الواحد يتعامل مع بيته ليبقى جديد ليبقى مرتب. يعني يمكن اوقات في جهل بهالموضوع هيدا. مزبوط، اكيد. بما انه بس ما بتشتغل على كل الاصعده، اول شيء هيدا يعني ايمرجنسي كان يكون عم بيتظبط هالبيت. نعم. من بعد تظبيط البيت اكيد بننتقل على الشق النفسي وعلى الشق التوعيه، واذا بدك مثل ما بيقولوا يعني غسيل الدماغ، لانه يلي ربيان صار له فتره بهالجو بهالدبرسيون بهالاكتئاب، انه عن جد بيوصلوا لمرحله حتى نظافه شخصيه ما بدهم من وراء الاكتئاب اللي هن فيه وحاله الفقر اللي كثير كبيره. يعني اللبناني عم بيوصل ايام ما في، في عندنا بيوت ما عندهم خبز، يعني مش شامبوان واشياء للنظافه الشخصيه، حتى خبز ما فيه. نعم، يعني من وراء الفقر عم بيكون عندنا هالحالات وهالبيوت اللي عم. طبعا في عده جمعيات تعنى بهالموضوع قصه الاكل والخبز، مثل الجمعيه اللي عم بيتعامل مع الشيف شادي اللي هي بنك اوف فود، يلي هو عم بيأمنه كمان لاشخاص كثير من العائلات الاكل والطعام، واللي هي بتستغرب بهالبلد مثل لبنان اللي عالم عايشه اوقات بترف ونفس الوقت في عالم عايشه بقله لانه ما تحصل على رغيف الخبز. هيدا ما انه عادل ابدا طبعا. طبعا بنشوف بعض الصور بيفور اند افتر عن اعمالكم طبعا. الن يعطيكم الف عافيه. مع مين عم تتعاونوا لانه تقدروا تحصلوا على اكيد تبرعات او او او, أو تقديمات كان للبيوت او كان من اكل او كان ماديات مصاري؟ انا بدي اشكر كل السبونسرز، كل الشركات الكبيره، كل الاشخاص اللي عم بيتعاونوا معنا بكافه بروجرامات بصمه. يعني حتى بالبروجرام التعليمي على دخول المدارس عندنا سبونسرز، بورشه اعاده تاهيل البيوت كمان كثير بنتكل على سبونسرز، عندنا بنوك بتمول مشاريع، عندنا اشخاص على مستوى شخصي بتتحمس بتحب تساعد، توثق انه جمعيه صار لها 12 سنه عندها مصداقيه بتحب تحط تبرعاتها بالمكان المناسب. نعم. طبعا في عندكم كمان نشاطات مع الاطفال ودورات صيفيه وتخييم وكولوني الى اخره، خبرينا عنا شوي شو صار معكم هالصيفيه. نشاطات بصمه بتمتد على السنه كلها، نحن بكل الاعياد بيكون عندنا نشاطات للاولاد وللاهل، يعني بعيد الام بناخذ العائله كلها نشاط. على الميلاد، على كل الاعياد، على هلا شهر رمضان بيكون عندنا افطارات كمان للاولاد بمدينه ملاهي. هلا عندنا مخيمات صيفيه للولاد، لانه الولاد اللي بالعيال تبع بصمة كثير بحاجه لترفيه، كثير على المستوى النفسي عندهم اكتئاب. صحيح. بالبيوت عندهم منعزلين كثير بحاجه. بيتابعون اخصائيين نفسيين كمان؟ نعم، نحن عندنا ايكيب اخصائيين نفسيين بيتابعون على كل الاصعده اكيد. نعم. طيب كمان حضرتكم بتشاركوا بمعرض فقره السنوي الشهير. نعم. يعني بصير باب بتصور على عيد السيده وبيمتد لعده ايام. شو منتوجاتكم اللي بتبيعوها؟ بصمة السنة رح تشارك مثل كل سنة بفقرة من خلال ستاند بتمتد من 13 اب ل 17 اب. نعم. رح نكون عم بيع منتجات لتمويل الجمعية ونجمع تبرعات لنقدر نساعد عدد أكبر من العيال المحتاجة. رح يكون عنا تي شيرتس هي عملتنا إياهم مصممة أزياء مدام ريم زيدان، بنشكرها. نعم. لبصمة خصيصا هاند ميد كروشيه من خلال نسوان، يعني نساء اهالي بصمه العيال هن عملوا هالكروشيه هيك من ميله اشتغلوا من ميله نحن بنكون عم كمان عم نطلع انتاج. رح يكون كمان عنا عسل طبيعي ومناشف. انا بتمنى لك الحظ التوفيق لك ولا بصمه ومع كل الاعضاء اللي عم يشتغلوا فيها. في نشاطات مستقبليه قريبه غير فقره؟
أكيد نحن عنا حملات توعية. نعم. للعائلة ككل خلال الصيفية بتكون عم بتكون مكثفة، بنعمل حملات توعية عن العنف. تدعوا لعندكم ولا بتروحوا نعم. لعندهم تدعوا؟ ندعي لعنا كل مثلا فريق من نساء الأهالي تبع نعم. بصمة. أطفال بصمة بيكون عم بياخدوا توعية على كل الأصعدة، توعية ضد العنف، ضد التحرش الجنسي، ضد المخدرات. هلأ بالصيفية كتير مكثفين هالتوعية. أنا بتمنى التوفيق لجمعية تانكيو لألك ألين الخوري مساعدة اجتماعية بجمعية بصمة. لكل المشاهدين كاملين احنا وياكم على الصباح، بريك قصير وبعدها بنعود للمتابعة مع الاستفزاز. خلينا نحكي مع تانيا.